السلام عليكم ورحمة الله. في تطور سياسي واجتماعي تشهده محافظة حضرموت، انطلقت في مدينة المكلا أعمال مؤتمر حضرموت الجامع بحضور أكثر من 3000 مشارك من القوى السياسية والاجتماعية يمثلون مختلف مدن ومديريات محافظة حضرموت. بحسب القائمين على المؤتمر فإنه يهدف لتثبيت البيت الحضرمي والخروج برؤية سياسية واقتصادية واجتماعية موحدة تضمن حقوق ومطالبات أبناء المحافظة في أي تسوية سياسية في البلاد. فما هي أولويات المؤتمر والأهداف المعلنة عنه؟ وهل الجميع مرحب ومساند لهذا المؤتمر من داخل حضرموت؟ ألا توجد تحفظات على المستوى الشعبي أو الرسمي من هذه الفكرة، خصوصا مع تصريحات المحافظ في المؤتمر أن المحافظة ستعلن إقليما بعد 10 أيام وذلك ضمن 6 الأقاليم؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. حضرموت تقول كلمتها. مؤتمر حضرموت الجامع الذي انطلقت أعماله في مدينة المكلا بحضور أكثر من 3000 مشارك يمثلون مختلف مدن ومديرية محافظة حضرموت. نشكر ونتمم مواقف الرئيس عبد الرب منصور الداعمة لحضرموت. ضم المؤتمر قيادات سياسية واجتماعية حضرمية بهدف الخروج برؤية سياسية واقتصادية واجتماعية موحدة تضمن حقوق ومطالبات أبناء المحافظة في أي تسوية سياسية في البلاد. ملاحظات رافقت التحضير لانعقاد المؤتمر، أبرزها افتقاره لمعايير كثيرة، منها عدم التزام القائمين بالآليات الناظمة وضعف التواصل مع حضارم المهجر وإقصاء شباب الثورة في حضرموت، فيما يذهب آخرون إلى أن المؤتمر يسعى لفرض واقع جديد في حضرموت، خاصة وأن ميثاق الشرف يؤكد أن المؤتمر هو المرجعية العليا لتسيير أمور المحافظة، ويرى مراقبون بأن هذا الميثاق يمثل قفزا على قوانين الدولة الناظمة، لكن يظل المؤتمر وبحسب مراقبين يحمل إشارات واضحة بأن حضرموت أصبحت حاضرة في المشهد السياسي وتسعى لتثبيت حقوقها في أي تسويات سياسية قادمة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الأخ حاج عمر بشير من محافظة حضرموت، سكرتير اللجنة التحضيرية لمؤتمر حضرموت الجامع. مساء الخير أستاذ حاج عمر. سنور سرور، وأهلا وسهلا بالأخوان في قناة بلقيس. مرحبا بك حاج عمر. في البداية ضعنا بصورة رؤية المؤتمر. نعم، المؤتمر طبعا هو محطة سياسية واقتصادية واجتماعية بامتياز، وأتى يعني في اعتقادي أنه في ظل عتمة الليل الذي تعيشه البلاد منذ 2011 والبلاد في حالة عدم استقرار سياسي أو استقرار أمني، ووصلت الأمور إلى يعني مصاحن المواجهات العسكرية، حضرموت لها أكثر من قرن من الزمن تتداعى من أجل ترتيب بيتها الحضرمي من الداخل. هذا البيت الذي نأمل أن يرتب ليس لاستهداف أي مكون أو أي محافظة من المحافظات أو مكون أي مكون في الإقليم أيضا. نعم. بقدر ما نحن نريد أن نؤسس لحظة جديدة تأتي في حالة يعني تعيشها البلاد، لحظة انسجام سياسي غير يعني مدروك. نعم. هذا الانسداد في اعتقادي نحن نراه في مؤتمر حضرموت، انه فاتحت باب لكل المحافظات وفي الازمه موجوده في البلد. نعم. انه تتداعى كل جزء من الكل الوطني بحيث انه يعني نرتب كل الكل يرتب، طالما نحن في لحظه استثنائيه يعني هرميه لا ترى البلاد اي مؤشر انها سوف تنتهي الحرب متى أو كيف يعني ستدار البلاد في الفترة القادمة. صحيح البلاد متجهة للاتحاد الفدرالي، لكن هذا الاتحاد الفدرالي أيضا قوى ومراكز قوى أيضا ليست مع هذه التوجهات. نعم. نحن في هذا المؤتمر نريد فقط أن نرتب بيتنا الداخلي لأسوأ الاحتمالات،
نعم حتى تكون حضرموت ترتيب هذا البيت الداخلي أستاذ حاج عمر يأتي من منطلق الدولة الاتحادية، من منطلق الدستور الجمهورية اليمنية، أم هناك أجندات ومنطلقات أخرى لكم في هذا البيت الذي تحدث عنه؟ لا بالعكس نحن مع اليوم أكد هذا الكلام بمجموعة من الرسائل الأخ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، وقال بالصريح العبارة نحن في إطار الدولة في إطار يعني الاتحاد الفيدرالي، لكن لنا مطالب أيضا نريد أن يكون لحضرموت إقليم خاص بها. بالأمس قالوا نحن يعني إقليم حضرموت يشمل ثلاث محافظات، المحافظات الأخرى التي كانوا في إطار القرار الاتحادي أن تشمل يعني إقليم حضرموت هي رافضة أيضا الاندماج في إقليم حضرموت. نحن لا نريد أن نلزم الآخرين أن يكونوا معنا، لكن نريد أيضا لا ننتظر من الحالة السياسية أنها تفرض علينا يعني حلول في هذا الأزمة. نعم. نريد أن نبادر في حضرموت أن نقدم نموذج جديد يخرج نحن من دوامة هذه الأزمات والصراعات. نعم حاج عمر ذكرت نقطة في غاية الأهمية، إذن مؤتمر حضرموت الجامعة اليوم هو منطلق للمطالبة بأن تكون حضرموت إقليم بعيدة عن المهرة، بعيدة عن سقطرة، بعيدة عن شبوة. مش نحن نقول نحن هذا التوجه ما جاء هذا القرار أو هذا المقوم أو هذا المشروع إلا بعد الرفض من الآخرين أنه يكونوا من ضمن يعني هذا الإقليم، إقليم حضرموت أو كما قالوا سابقا الإقليم الشرقي. على كل هذا يعني المطالبة أو حضرموت يعني كمكون طبيعي ومكون جغرافي وبشري نريده أن يقدم نموذج يعني تستمر هذاك الوحش الذي قدمه الحضارم في أصقاع الأرض. الحضارم تصفوا بسمات معينة عندما تنسد الحالة يقدموا مبادرات، وهذا نعتبر مؤتمر حضرموت الجامع هو مبادرة من الحضارم في اتجاه هذه المنطقة الطيبة والاستراتيجية بحيث أنه تعيش الناس في أمن واستقرار وتنمية. هذه هي مطالبنا. نعم. ونوجه رسائل أيضا من خلال حاج عمر. نعم. أيضا نعم. حاج عمر مع يعني وجهة نظرك التي طرحتها عن حضرموت والجميع مسلم بهذا الأمر، لكن مؤتمر الحوار الوطني ورؤية الرئيس عبد ربه منصور هادي ومخرجات الحوار الوطني كانت هو إقليم يضم أربع محافظات، ألا ترى بأنكم بهذه الخطوة ربما تناقضون كل مخرجات الحوار الوطني والوثيقة التي حددت إقليم حضرموت بشبوة والمهرة وسقطرة وحضرموت؟ بالعكس نحن ومع إخواننا في كل المحافظات المجاورة نريد أن نأسس حالة جديدة، وعندما تتوفر عندهم الظروف الكاملة بأنهم يكونوا مندمجين مع إقليم حضرموت هذا يعني المزمع يعني التشاور معه في إطار المركز مع فخامة الرئيس أيضا بحيث أنه يكون أيضا لبنة رئيسية في عملية تأسيس الأقاليم على مستوى الجمهورية بشكل عام. نعم. وعندما نقول أقاليم معنا أيضا سلطة وثروة، ليست أقاليم يعني مفرغة من من موضوع السلطة. نعم. والثورة. إذا هذا المؤتمر أستاذ حاج عمر، هذا المؤتمر لماذا لم يحضر فيه مندوبون من محافظة شبوة، من محافظة المهرة، من محافظة سقطرة، حتى تكون رؤيتكم واحدة لهذا الإقليم وربما تكون موقفكم أقوى أيضا لتقديمه للدولة والموافقة عليه والأمر بالشروع فيه؟ هو كما هو معلن مؤتمر حضرموت الجامع يخص الحضارم بدرجة أساسية. نعم. لكن إنه هذا يعني في علاقات طيبة تمتاز ب يعني حضرموت وقيادة الشرطة المحلية في المقدمة منها يعني اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك بتواصل دائما خلال الفترات الماضية منذ أن وصلت أقدامهم في محافظة حضرموت لمحافظة شبوة ومحافظة المهرة، وكان يعني لدينا يعني كانت فكرة في السكرتيرية التحضيرية أن يتم دعوة هذا الأخوان، بل حتى دعوة كثير من الشخصيات، لكن نعم دروا العملية التحضيرية أيضا هكذا ما أعطي الوزن، والناس أيضا في إطار يعني المحافظات الأخرى لديهم ترتيبات لديهم أيضا التزامات قد لا يكونوا يعني مهيئين للحضور مثل هذه المحطات. نعم. طيب حاج عمر تكرم بالبقاء معي ونشرك معنا في الحديث أيضا رئيس اللجنة السياسية لمؤتمر حضرموت الجامع الأستاذ علي الكثيري. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور، أهلا وسهلا.
مرحبا بك أستاذ علي. هناك ربما الكثير يتحدث لماذا تغيب عن هذا المؤتمر، من هم منتمون لهذا الإقليم بحسب مخرجات الحوار الوطني؟ محافظة شبوة، محافظة سقطرى، محافظة المهرة. طبعا أولا الشأن يخص حضرموت، المؤتمر هو مؤتمر حضرموت الجامع، لم نتحدث عن مؤتمر إقليم حضرموت، نحن تحدثنا عن مؤتمر حضرموت يأتي الحضارم ليقولوا كلمتهم ما الذي يريدوه. وبالفعل اليوم تم الاتفاق على صيغة رؤية واحدة موحدة متوافق عليها، هذه الرؤية ستنشر الليلة إن شاء الله، وهي تحدد أن حضرموت إن شاء الله ستكون إقليم بشراكة كاملة وفق أسس ومطالب محددة ومجدولة. نعم. طبعا إخواننا في شبوة والمهرة وسقطرى من حقهم أن يعقدوا مؤتمرات ليقولوا كلمتهم أيضا، بعد ذلك ممكن إذا ارتأوا أن ينضموا إلى إقليم حضرموت أهلا وسهلا بهم، ما توجد إشكالية، ولكن نحن الآن تحدثنا عن إقليم حضرموت بجغرافيتها الحالية. نعم. ألا ترى بأن هذا ربما تقسيم المقسم أستاذ علي الكثيري؟ أنتم الآن في حضرموت، إذن تبحثون حضرموت عن إقليم، المهرة يبحثون عن إقليم، إذن سقطرى إقليم، وشبوة إقليم، إذن كل محافظة عنها إقليم، وتنسف كل الوثيقة التي خرجت بها مؤتمر الحوار الوطني. أولا نحن لم نلتزم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مؤتمر الحوار الوطني هذه الناس اللي فيها الكثير من الطروحات والكثير من المواقف تجاهها، ونحن حتى يعني في حضرموت كان هناك اختلاف في الموقف تجاه هذه المخرجات، لهذا جاء المؤتمر حضرموت الجامع لينهي هذا الخلاف ويقول ما الذي نريده، نحن نريد إقليم. إذا أرتأى إخواننا في لن نفرض شيء على إخواننا في المهرة أو شبوة أو سقطرى، إذا أرادوا بإرادتهم الحرة أن يكونوا ضمن إقليم حضرموت أهلا وسهلا، ولكن أن نفرض عليهم أن يأتوا معنا صاغرين هذا كلام لا نقبله ونرفضه تماما. الجانب الثاني أننا تكلمنا عن إقليم حضرموت بجغرافيتها الحالية في أي تسوية قادمة، وليس في تسوية محددة أو في إطار محدد، نحن تكلمنا بشكل عام ما الذي نريده، بعد ذلك يأتي الحديث عن الإطار الذي يضمنا جميعا في أي جغرافية كانت. نعم. وهل باعتقادك بأن الرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة ستقبل بمطلبكم هذا الذي يتفرد بأن تكون حضرموت إقليم؟ والله نحن نقول كلمتنا ونحن معنيين بما يريد أهلنا في حضرموت، وتنسيقنا مع الرئيس عبد الرب ومع شرعيته نحن نؤيدها، و منذ اليوم الأول لانطلاق للأزمة أساسا وبعد ذلك للحرب كنا ولا زلنا ونقاتل معه في الصف الأول. مسألة التسوية بعد ذلك نحن ملزمون بمخرج هذا المؤتمر وبما أجمع عليه ابن حضرموت، هذا هو الذي تحقق اليوم. اليوم ابن حضرموت قالوا كلمتهم وعلى الآخرين يقولوا ما يريدون، وبعد ذلك نأتي ونلتقي ونجتمع ونرى ما الأصلح وما هي الطريقة والآلية التي تحقق كل هذه الحقوق للناس. نعم. طيب أستاذ علي الكثيري تكرم بالبقاء معي، وأعود للأستاذ حاج عمر بشير سكرتير اللجنة التحضيرية. أستاذ حاج عمر هل لازلت معنا؟ إذن يبدو فقدنا الاتصال بحاج عمر بشير سكرتير اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحضرمي الجامع، شكرا جزيلا له على مشاركته معنا. أن ينضم إلينا الآن من عمان المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء الخير. مرحبا بك أستاذ عبد الناصر. ربما إذن الرؤية الآن أصبحت واضحة من خلال كلام الأستاذ علي كثيري وأيضا كلام الأستاذ حاج عمر بشير بأن مؤتمر حضرموت الجامع هو مطلب بأن تكون حضرموت بمساحتها متفردة بإقليم بعيدا عن البقية، إن أرادت شبوة يعني المهرة وسقطرى أن تنضم مرحبا بهم، ولكن المطلب الأساسي هو أن تكون إقليم. ما رأيك أنت وكيف تقرأ هذا في ظل أيضا مخريات الحوار الوطني؟ تحية لك ولضيفك الكريم. أولا من حيث المبدأ ومن حيث الشق القانوني والرسمي، فأي مؤتمرات وأي أفكار تأتي خارج سياق الدستور الجمهورية اليمنية الذي هو الدستور الذي لا زال النافذ
وهو الدستور الذي يعترف به العالم ويعترف بشكل اليمن. اليمن هي وفق هذا الدستور هي دولة واحدة لا تتجزأ، وحتى يقر الشعب اليمني غير ذلك قبل هذا كل إجراءات تعتبر من ناحية دستورية وقانونية باطلة، ولا يمتلك أحد صلاحية تغيير هذا الشق القانوني بما في ذلك الرئيس عبد الرب منصور هادي أو البرلمان أو أي سلطة. لا يمكن أن تصبح اليمن أقاليم أكانت أقاليم وفق ما حددته لجنة الأقاليم أو غيرها أو ما دعا له المؤتمر حضرموت. كل هذه تعتبر من ناحية قانونية غير شرعية حتى يتم تعديل دستور اليمن، وليس هذا فحسب، ولكن علي عبد الرب منصور هادي هو بحكم الدستور من واجبه ومن مسؤوليته الذي أدى اليمين الدستورية بموجبها هو المحافظة على وحدة الجمهورية اليمنية والالتزام بالدستور، وبالتالي من مسؤوليته أن يمنع أي إجراء لتقسيم اليمن أكان بشكل أقاليم أو غير ذلك حتى يقرر الدستور الجديد، لأن هذه كلها كما ذكرت أعمال غير شرعية. عبد الناصر، نعم، ربما هذه الخطوة هي أتت من باب المطالبة من حضرموت بأنه من حقهم أن يطالبوا بأن يكونوا إقليم، لا سيما بعد كما يتحدث الأستاذ أحمد الكثيري وحاج عمر بشير بأن حضرموت عانت الكثير من المركزية، عانت من يعني وحدية القرار من المركز في الأنظمة السابقة، وهم الآن محتاجون بأن يكون إقليم طبعا يخضع للسلطة الشرعية. يعني هم من حق أي جماعة، من حق أي سكان في الجمهورية اليمنية أن يطالبوا. هذا المطالبة شيء، ولكن أن يقر على أرض الواقع شيء آخر. المطالبة من حق أي كان أن يطالب بما يريد، ولكن إقرار أي أمر بمعنى أن يتم الآن الحديث عن التصرف بالثروة في حضرموت أو في أي منطقة غيرها لصالح المحافظة الذي تسمى الإقليم أو السيطرة على المنافذ، كل هذه إجراءات غير دستورية وغير قانونية. نعم، كما ذكرت لك أخي العزيز، هذه المطالب شيء وتنفيذها أمر طيب. آخر. طيب أستاذ، نعم أستاذ عبد الناصر، سأنقل ما طرحته أيضا للأستاذ علي الكثيري. أستاذ علي الكثيري، إذا سمعت ما طرحه الأستاذ عبد الناصر المودع بأنه يقول لا يوجد حق لأحد بأن يقوم بأي عمل سواء في الشروع بالأقاليم أو التصرف بالثروة ما لم يعني يتم عودة الدولة ودستور جديد يبدأ الاستفتاء عليه، ومن ثم يبدأ الجميع بالشروع بهذه الخطوات، لكن أيضا من حق الجميع أن يطالب بما يريد. ما رأيك أنت؟ أولا أحيي الأستاذ عبد الناصر وأختلف معه في كل ما قاله. نعم، طبعا الوضع اليوم اختلف عما كان عليه من قبل 2015 و2014. اليمن اليوم ليست بذلك الشكل وبذلك القوام الذي لا يمكن الخروج عنه. أولا الحرب أوجدت وادع جديد على الأرض وأوجدت قوة جديدة لا ينبغي إهمالها. ثانيا أن العودة إلى بيت الطاعة هذا أمر لا يمكن لأحد أن يقبله، وأنا أتكلم عن أبناء حضرموت تحديدا. بيت الطاعة أن نهان وننهب ويستباح كل خيراتنا أو تستباح كل خيراتنا، هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا بأي شكل من الأشكال. اليوم حضرموت بعد 50 عام من القهر، من الاستحواذ، من الانتقاص، من الهيمنة. ربما هذه النقطة أستاذ علي، أستاذ علي الكثيري، معذرة على المقاطعة في هذه الجزئية فقط، معذرة أستاذ علي على المقاطعة، ربما ما يدور الآن في اليمن هو بسبب التسلط، بسبب الحكم المركزي الذي عانت منها اليمن بشكل عام، وهم الآن ربما المقاومة الشعبية والجيش الوطني في كل الجبهات يدافعون عن هذه الفكرة وعن هذه القيمة التي ذكرت. أيضا لكن من خلال الأطروحات التي نسمعها وكأن هناك من يريد أن يسوقنا مرة أخرى إلى بيت الطاعة. لا منافذ لنا حق فيها، لا ثروتنا لنا حق فيها، لا قرارنا لنا حق
في أن نكون شركاء فيه وفي اتخاذه وأن نمكن منه، هذا الأمر أعتقد أن الأحداث قد تجاوزت المنطق هذا. اليوم حضرموت من أستاذ علي، حتى نكون أكثر شفافية، من برأيك الذي يريد أن يعيدكم إلى بيت الطاعة وإن كان مختلفا؟ من هي الجهة ومن يقف وراء ذلك؟ للأسف قوى، ومن ضمنها للأسف قوى داخل الشرعية ذاتها تريد أن تعيد الناس بصيغة أخرى إلى نفس ما كنا نعانيه، وهذا الأمر أعتقد أن الناس قد تجاوزوه، والواقع على الأرض يقول هذا الكلام، ونحن في حضرموت اليوم قلنا هذا الكلام، وأبناء حضرموت سيدافعون، لن يكرروا مآسي الماضي ويعودوا إلى نفس المربع بأي حال من الأحوال حتى نعم. لو بيتنا كلنا. نعم، إذن مؤتمر حضرموت اليوم يعني يتعارض جملة وتفصيلا مع توجه الحكومة الشرعية في هذه الفترة. لا يتعارض مع شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ولا مع التحالف العربي، ولكن من حقنا أن نقول ما نريد. نعم. وعلى الأخ الرئيس أن ينصت لنا، وهو رئيس لكل الناس، وبالتالي فهذا هو هذه إرادة أبناء حضرموت وما يريدوه. نعم. إذا يتوجب على الحكومة وعلى الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يتمثل هذه المطالب وهذه الطروحات، وبعد ذلك هناك تسوية زي ما يتحدث عنها. نحن نرتب أنفسنا، نرتب بيتنا الداخلي لأن نكون جزء من أي ترتيبات نعم. قادمة، بحيث أنه لا يتم تغييب حضرموت مرة أخرى ولا تصبح مجرد طيب مطية لمن ركب أو جائزة لمن غلب. نعم أستاذ علي الكثير، أيضا هناك من أبناء حضرموت من لهم وجهة نظر أخرى وأيضا مآخذ على مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع. ينضم إلينا الآن الأستاذ عبد المجيد وحيدين، رئيس تيار تصحيح مؤتمر حضرموت الجامع. مساء الخير أستاذ عبد المجيد. وحدين عفوا. نعم أستاذ عبد المجيد، هل تسمعني؟ مرحبا بك. أسمعك. نعم واضح. أهلا بك. ما أخذكم أو الملاحظات التي ترونها على مؤتمر حضرموت الجامع وتتعارضون معها ما هي؟ أولا تحية لكم ولمشاهديكم الكرام، وأود أن أقول في البدء أن ما تم في المكلة اليوم ليس أكثر من مهرجان، ليس مؤتمرا وليس جامعا، لأنه نعم. في كل مراحله وفي مختلف مستوياته تم بالتعيين بقرارات إدارية من المحافظ والوكيل الأول، ربما يكون في الواجهة حلف حضرموت، ولكنهم لم يتصرفوا كحلف حضرموت ولا كمجتمع مدني، وبدليل أنه الحلف صاحب الدعوة لهذا المؤتمر نعم. لم تجتمع هيئاته على مدى 3 سنوات، ما يقرب من 3 سنوات. نعم أستاذ عبد المجيد. نعم أستاذ عبد المجيد، تقول أنت بأنه عبارة عن مهرجان وليس مؤتمر، على ماذا بنيت ما تقول؟ بنيت على أنه يعني المؤتمرات من هذا النوع، خاصة عندما نتحدث عن مؤتمر أهلي وجامع، في هناك معايير وآليات متعارف عليها كان يجب الالتزام بها، بدءا من تشكيل اللجنة التحضيرية، ويمكن قبل تشكيل اللجنة التحضيرية تشكيل لجان التواصل. يعني مؤتمر من هذا النوع لابد أن يستند إلى مبدأ التوافق وتوسيع دائرة المشاركة، وهذا ما لم يتم في مختلف مراحل التحضير وفي الجلسة التي اعتبروها اليوم مؤتمر نعم. استغرقت بضع ساعات. نعم أستاذ عبد المجيد، يعني هناك تيارات وفصائل في محافظة حضرموت تم تجاهلهم في هذا المؤتمر. هناك قطاعات واسعة من مكونات المجتمع الحضرمي، المدنية والقبلية في الداخل وفي الخارج، لم يتم التواصل معهم ولم يتم إشراكهم أو مشاورتهم في مختلف مراحل التحضير لهذا المؤتمر. وربما لاحظ الكثيرون أن كثير من عمليات التواصل تمت بعد إعلان اللجنة التحضيرية بوقت طويل، بدأوا يعملوا لقاءات مع مكونات المجتمع المدني، مع الأحزاب، مع القبائل بأثر رجعي. نعم. والمعايير التي كان المفروض يتم الاستناد إليها في تشكيل اللجنة التحضيرية وما تلاها من لجان، كان نعم. المفروض أن يتم التوافق عليها في البدء،
نعم، ولكن هم عدم دعوة هذه المكونات، عدم دعوة هذه المكونات ومشاركتها في هذا المؤتمر أستاذ عبد المجيد، هل لأن لها مطالب تتعارض مع توجه مؤتمر حضرموت الجامع أو القائمين على هذا المؤتمر؟ والله نحن هذا يعني يثير تساؤل، يعني في هناك بعض المسائل كانت تثير شكوك وتساؤلات عند الكثيرين، يعني لم يكن هناك وضوح كامل، لم تكن هناك شفافية، ماذا نريد من هذا المؤتمر؟ من ناحية أخرى لاحظنا يعني في إنفاق هائل على التحضير لهذا المؤتمر. نعم. وفي نفس الوقت رغم الجهود التي بذلت من الكثيرين من أبناء حضرموت في الداخل والخارج من أجل تقريب وجهات النظر، إلا أنه كان هناك تعنت من قبل القائمين على المؤتمر، وهذا يطرح أو يثير شكوك عند، طبيعي أن يثير شكوك عند الكثيرين. نعم. هل هناك أجندة سياسية وهل هناك أجندة اقتصادية خاصة بحيث أنه يتم التعامل بهذه الصورة وبهذا نعم. الغموض؟ نعم. ما فيش وضوح في كثير من نعم. الأسئلة لم نجد لها إجابات عند نعم. كل القائمين من على التحضير للمؤتمر. نعم أستاذ عبد المجيد، أختم معك بنص دقيقة إذا تكرمت، ما هي كلمتك لمؤتمر حضرموت الجامع وكلمتك أيضا للحكومة الشرعية في ما خصه من مخرجات هذا المؤتمر بنص دقيقة لأن الوقت انتهى علينا. نعم. أولا بالنسبة للقائمين على المؤتمر ما زلنا يعني نأمل أن يراجعوا ما اتخذوا من خطوات وأن يحرصوا على جمع كلمة أبناء حضرموت في الداخل والخارج. نعم. لأنه الذهاب إلى المؤتمر بهذه الصورة سيولد انقسام داخل حضرموت، وحضرموت لا تحتمل مثل هذا الانقسام. نعم شكرا. نعم شكرا جزيلا لك، معذرة المقاطعة لضيق الوقت، الأستاذ عبد المجيد وحدين. وأعود عودة أخيرة للأستاذ عبد الناصر المودع من عمان المحلل السياسي. أستاذ عبد الناصر، إذا ربما سمعت وجهة نظر الكثير وسمعت أيضا وجهة نظر معارضة أيضا لما طرحه الكثير ولمؤتمر حضرموت الجامع وهو الأستاذ عبد المجيد وحدين، ما رأيك أنت وما توقعاتك لهذا المؤتمر؟ ماذا سيحقق أقصد؟ يعني هذه المؤتمرات كلها هي أتت في ظل حالة الرخاء التي تعيشها اليمن، وفي حال في ظل هذه الهشاشة وفي ظل هذا الوضع سنسمع مثل مؤتمر حضرموت ومؤتمر سقطرى ومؤتمر كمران ومؤتمر ربما حنيش وغيرها، كل واحد سيطالب بمطالب خاصة به لأن الدولة هنا غائبة، والأومن يمثل الجمهورية اليمنية هم أضعف من أن يكونوا ممثلين لها والمصالح، وبالتالي ستظهر مثل هذه الدعوات وستستمر، وهي ليست سوى خطاب سياسي، ما قاله الأخ الكثيري ليس إلا خطاب سياسي ليس له أي قيمة قانونية، لأنه الآن مهما اجتمع الناس وحتى لو كان هناك تمثيل حقيقي وحتى لو كان انتخاب، أي هيئة تصدر في أي جزء نعم. من اليمن لا تكون منصوص عليها في الدستور تصبح نعم. أستاذ عبد الناصر، أستاذ عبد الناصر نعم. مثلها مثل اللجنة الثورية نعم. حق الحوثي والمجلس السياسي في صنعاء وغيرها، وهذه نعم. وكل هذه المسميات كلها أمور غير دستورية، لا زال النص الجامع والنص الذي يحتكم له اليمنيون والعالم ينظر له ويتعامل مع اليمن هو دستور الجمهورية اليمنية النافذ. نعم. طيب أستاذ عبد الناصر، يعني مع نعم أستاذ عبد الناصر غيرها. مع أهمية النقاط التي ذكرتها الدستورية والقانونية التي لا زالت ربما كل هذه المؤتمرات تعمل خارجها، لكنها هذا يعتبر واقع على الأرض، وهناك ربما من يدعم هذا التوجه، وكل ما يحصل في اليمن في هذه الفترة هو في ظل هذا الإطار، ألا تعتقد بصورة أو بأخرى ممكن يعني يصبح حقيقة على الواقع؟ لا يصبح حقيقة على الواقع ما لم يحدث فيه تغيير في الدستور اليمني، القانون الدولي يمنع أي شكل من أشكال الانفصال. جمهورية أرض الصومال لها 26 سنة من لما أعلنت لم يعترف بها أحد، ولكن هشاشة الدولة في الصومال جعلتها تعيش، ممكن هذه الكيانات تعيش ما دامت الدولة هشة، ولكن في حال أن تستعيد الدولة اليمنية عافيتها
اليمنيون محتكمون أولا لهذا النص الدستوري، وفي حال قرروا تغيير هذا النص الدستوري يغيروه بالطريقة الذي يريدوها. نعم. وباختيارهم الحر. أشكرك أستاذ عبد الناصر. وليس من طريق الفرض، لا تملك لا دول الخليج ولا غير دول الخليج ولا أحد السلطة على اليمن غير الشعب اليمني. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الناصر، معذرة للمقاطعة لأنه انتهى الوقت. الأستاذ عبد الناصر المدعى المحلل السياسي كان معنا عبر الهاتف من عمان. الشكر أيضا لسكرتير اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحضرمي الجامع حاج عمر بشير، والشكر أيضا للأستاذ علي الكثيري رئيس اللجنة السياسية للمؤتمر الحضرمي الجامع، نعتذر له لأنه انقطع التليفون، حاولنا الاتصال بمرة أخرى ولكن بدون جدوى. والشكر أيضا لرئيس تيار تصحيح مؤتمر حضرموت الجامع عبد المجيد وحدين. والشكر أيضا موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل منصور النقاش، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث. السلام عليكم ورحمة الله.